أنه مشروع يمر على طول الأراضي العراقية نقدمه للمنطقة كسبيل للشراكة المنتجة والتي تساهم في دعم استقرارنا. عدة مؤتمرات وزارية مع الدول الشقيقة والصديقة، انتهينا إلى توقيع الرباعي مع جارة تركيا والأشقاء في الإمارات وقطر، وهذا لا يعني أن الطريق مغلق أو مسدود على الآخرين، وإنما هو مشروع، هو ممر يخدمنا الربط مع كل دول المنطقة. اليوم الحديث كله على الممرات الاقتصادية، كنا نتذكر أنه قبل أحداث 7 أكتوبر كان الحديث عن الممر الكبير وعن الممر الحزام والطريق وشمال جنوب، هذه مسألة طبيعية في ظل التوجه نحو تنمية التجارة الدولية وتبادل السلع ورفع القيم للسلاسل التورية في مختلف المجالات.